التكنولوجيا بتقدم بسرعه جدا، وانا متكهن انه خلال العشر سنين اللي جايين هيبقى عندنا حل لمشكله ان احنا مش ما نقدرش نروح ونرجع. لحد النهارده حتى الروبوت او الانسان الالي اللي بيروح لكوكب المريخ او الساتلايت او اي حاجه، لما بينزل على السطح وبيعمل شغل بتاع جيولوجيا وبيلمس التراب بتاع المريخ، لحد النهارده ما رجعناش ذره من المريخ ان احنا نلمسها، ما نعرفش لان مفيش اي حاجه رجعت من هناك. ففي الفترة اللي جاية انا متأكد ان الكلام ده كله هيتغير، ولكن احنا النهاردة كناس بتحب العلم او بتحب علوم الفضاء او اكشلي عايز اعرف مستقبل الكوكب ده بشكله عامل ازاي، مستقبل البشرية بشكله عامل ازاي، بنقول انه يعني احنا مش عايزين نروح ما نرجعش، بس احنا مستعدين انه لو كمان 14 سنة او 15 سنة من دلوقتي التكنولوجيا دي لسه مش موجودة، احنا شايفين ان الهدف اللي في الاخر او الاكتشاف اللي ممكن نكتشفه للبشرية كبير جدا ونبيل جدا، هيغير في تاريخ البشريه كلها وفي وجه في العلم وفي الكتب، انهم يستاهل ان احنا نقدر فعلا ان حد يروح ويبتدي يشتغل من هناك. وحتى يعني عايز اقول لك انا كنت سالت السؤال ده في الامتحان اصلا، انه لو وفرنا لو فعلا لقينا الطريقه اللي نقدر نرجع بيها هترجع ولا لا. فهي سيتويشنال، يعني انت ساعتها بتقرر يعني اوكي انا هبقى اناني او هفكر في نفسي اكتر من ان انا اخدم البشريه من المكان اللي انا موجود فيه ده وارجع، او لا انا شايف اللي انا بعمله ده ليه هدف اكبر بكتير. في ريسك طبعا، بس اللي مش بياخد الريسك مش بيوصل لحاجه في الاخر. بص، المريخ كانديديت او مرشح قوي بقاله من بعد القمر من السبعينات يعني. انا فاهم عشان يعني انه اخر 10 سنين دي بس، لانه احنا فعلا عندنا المقاومات اللي تقدر اللي تخلينا نقدر نروح. بس الموضوع في وكالات الفضاء الموضوع بيبقى داخل فيه سياسه شويه، لان كل وكالات الفضاء بتبقى تابعه للحكومه، فانت ما تقدرش تعمل بروجكت نسبه الخطر فيه عاليه مدعوم من الحكومه، وكمان الحاجات دي بتاخد وقت طويل جدا. فعشان كده البرايفت سيكتور او المنظمات الخاصه ابتدت تطلع في الاونه الاخيره ومشاريعها هي اللي بتشتغل بسرعه. ولكن ليه المريخ عامه؟ لان هو زمان المريخ كان يعني بره بيسموه توأم الارض، يعني هو كان نسخه من الكوكب بتاعنا في بدايته، وبعدين حصل عليه تغيرات خلت شكله صحراء وبرد زي النهارده الشتاء حوالي 140 او اقل، وفي اليوم العادي ماينس 64 في العادي، في الصيف بتوصل ل 20 او 30 بالبلس. يعني حتى لو درجه الحراره سالب 100 انت مش بتحس بالكلام ده، لان انت بتبقى قاعد في اوت بوست او في الكامب بتاعك، يعني بيحميك من كل الكلام ده، حاجة بتوفر لك الضغط المناسب، درجة الحرارة المناسبة، الهواء اللي هتنفس منه. حتى لو خرجت بره بتبقى لابس البدلة. لو هتكتشف حاجة تكتشفها هناك. احنا دلوقتي شاكين ان ممكن يكون في حياة في كوكب المريخ تحت السطح، لان في مية، بس الحياة مش سمك، يعني الحياة سنجل سيلد، يعني مايكروبات، تايني اورجانيزمز، يعني بكتيريا الكلام ده، وده هيبقى اكتشاف رهيب يعني. وبعدين كمان محتاجين نفهم لو لقينا بكتيريا او ميكروبات او الكلام ده كله عايشه، يا ترى هي زينا دي ان ايه وجينات ونفس البروسيس، ولا هي معموله من حاجه تانية خالص احنا ما نعرفهاش. فده بيفتح مليون باب انت مش متخيل يعني. وممكن في الاخر ما نكتشفش، يعني نكتشف انه مفيش حياه، او نكتشف انه كان في حياه وبقدوم البشر على الكوكب ده في الانفايرمنت دي او في البيئه دي موت الحياه دي. يعني ان احنا نروح هناك هيفتح ابواب تانية كتيرة جدا للمستقبل.